نوضش اخويا بحال يمشي لشي سوق بلا ناس، يمشي ديال شي سوق ما غير النهار ديالو بحال هكاك. واكثر ديال الناس دابا ما كيتفرجوش غير في ماتش حتى خويا. اش نقول لك، الماتش اللي ما كانش فيه سميتو الجمهور ما ماتش موال. بالنسبه للراجل لما كانش الجمهور راه ما لعب موال، ضروري خاص يكون الجمهور. فهمتي واخا هكاك الراجل غادي مزيان في البطول. الماتش بلا جمهور ناقصين بزاف اخويا، فهمتي هذا هو اللي كاين. نهايه اللعب ونهايه الجمهور هو اللي كيكون هو الاساس ديال فهمتيني، يكون مكمل. اخويا الماتشات بلا جمهور كنشوفهم بحال اللي زعما ناقصين شويه ديال الكره ديال الحماس وصافي، حيت ملي كيكون الجمهور كتكون شويه ديال الحماس، واللي كانت شي حاجه تكون زوينه كنت تفرج في الفريق ديالك ولا الفريق ديال الاخر، ما يكونش عندهم واحد سميتو واحد الشغب ولا سميتو يعني كتلعب كره القدم، يعني كيكون الحماس ديال الجمهور التشجيعات وصافي. خويا ماتشات بلا جمهور ما اصلا ما كيكونش تحفيز، واحد التحفيز اللي كيكون اللعابه فهمتيني، حيت ملي كيكون الجمهور كيكون واحد اللعب تقريبا مفرق ما بين، كيبان لك الفرق ما بين الماتش بالجمهور وماتش بلا جمهور. الجمهور كيعطي واحد التحفيز للعابه فهمتيني. خويا كنشوف التيران ناقص بحال هكا، سمحوا لنا التيرانات حتى حنا نمشيو اشو حاجنا، ديك اجواء ديال التيران زول، اغاني راك عارف هذاك الشيء. حنا متفاهمين وكنتابعوا في القنوات في ديورنا حتى حنايا، وكنتبعوهم وكنتشجعوا وكتكون هذاك الحماسيه، ولكن ما كيعوضش هو الا حضرتي في التيران، هذا الشيء اللي كاين. مي كان حتى اي واحد كيتبع لا وداد لا رجاء لا حسنيه لا كل شيء كيتفهموا الناس دابا، حيت هذا فيروس فهمتيني، كل شيء متحدوا باش تكون واحد اتحاد ديالنا ديال الدوله ديالنا باش نخرجوا باقل الاضرار في هذا الشيء ديال الوباء اللي واصل،